نشوف الآن سؤال 17. 30 pound plate B. الشكل في عندي plate A وزنها 100 pound، plate B وزنها 30 pound، وواضح نظام الحبال الموجود والمسافات عندي. فالمطلوب إني أطلع النورمال فورس من 100 pound على 30 pound. طيب لو مسكت أنا البليت A لحالها ورسمتها الفري بودي دايجرام لها، فوزنها هو 100، في عليها نورمال فورس من البليت بي لأعلى، وفي عندي حبلين ماسكينها هون، إذا تي تي، لاحظوا هون التي نفس التي اللي هون في تماثل كبير بينها، فبكون التنشن فيهم متساوي. إذا عندي تي هون وتي هون، تمام. لو أجيت الآن على البليت بي، الآن وزنها 30 pound وفي عليها ضغط من اللي فوق، هي بتعمل عليها نورمال فورس لفوق فهو بيعمل عليها نورمال فورس لتحت، إذا في فورس بهذا الشكل اللي هي ان اي بي جاية من البليت اي، وفي عليها ايضا تو تنشنز، اذا تي هون وتي هون بهذا الشكل. لو طبقنا الان معادلات الواي على كل جسم لوحده راح نحصل من هون على 2 تي زائد ان بي بتساوي 100، وراح نحصل من هون على 2 تي ناقص ان بي ان اي بي بتساوي 30. هي طبعا ناقص 30 بتساوي صفر، نقلنا 30 صارت بهذا الشكل. لو حلينا هذا السيستم للمعادلات راح يطلع معي 4 تي بتساوي 130، اذا تي راح تساوي 130 تقسيم 4 32.5. باوند، وبالتالي ان اي بي راح تساوي 100 ناقص 2 ضرب هذا الرقم، اذا ضرب 2 نطرحه من 100 35، اذا ان اي بي بتساوي 35 باوند. تمام، هاي المعادله او المساله الاولى. شوف الان المساله الثانيه. المسألة الثانية عندي نظام شوي أعقد، في عندي بيم زي ما انتم شايفين اللي تحت، وهذا البيم في عندي A و B ماسكينه عشان ما يسقط، لكن راح يسقط من هذا الطرف، لكن في فورس P بتسحب بهذا الشكل، بتسحب حول بكرة اسمها C المعلقة بحبل بمر على تو بوليز مربوط في النقطة A بهذا الشكل زي ما احنا شايفين. أيضا في عندي هون خطاف معلق في ثقل بحيث يعطيني قوة مقدارها 6 كيلو نيوتن. فهو بالسؤال بيحكي لي determine the force P needed to lift the load. كم P حتى تحمل اللود؟ Also determine the proper placement X. كم X لازم تكون of the hook for equilibrium. Neglect the weight of the beam. أهمل وزن البيم نفسه. الهوك نفسه 6 كيلو نيوتن. نبدأ بالمسألة بشكل الطبيعي تاعها، نحدد الفورسز. فمثلا نعتبر التنشن هون كله اسمه تي، هذا اسمه تي، هون تي هون تي هون راح يكون تي أيضا. إذا في عندي هون القوة هون اسمها بي، إذا هون شو راح تكون أيضا؟ أيضا هي نفسها بي، فواضح إنه تي تساوي 2 بي، فوق بساوي تحت. أنا طبقت الآن على البولي سي القوة اللي فوق تي تساوي اللي تحت اللي هي 2 بي، بي هون وبي هون بهذا الشكل. خلصنا من البوليسي، هسه باجي وين على البيم نفسه. في عندي للأعلى هون فورس مقدارها تي، وفي هون فورس مقدارها بي بتسحبه نحو الأعلى لأنه هذا الخيط نفسه نفس اللي هون، وفي الوزن طبعا مهمل في الوزن اللي موجود هون. إذا في عندنا على البيم
حكينا بي للأعلى زائد تي ناقص أو يساوي كله 6 كيلو نيوتن. بس أنا بعرف إنه تي بتساوي 2 بي، إذا 3 بي تساوي 6، إذا بي تساوي 2 كيلو نيوتن. ومنها بقدر أعرف لو بدي تي، تي بتساوي 2 بي 4 كيلو نيوتن. إذا هيك أوجدنا الفورس بي كم لازم تكون، والفورس اللي في التنشن نفسه لو بدنا، هو ما طلبها بس طلعناها هذا. عشان احسب الاكس الان نطبق معادله المومنت. لاحظوا هون ما في شيء على الاكس اكسس، فبنحكي سميشن ام عند النقطه A هون بيساوي صفر. ليش اخذنا A؟ عشان اخذ مسافه اكس اللي هي بعد هاي الفورس عن A. انا بشتغل الان على البيم نفسه، ما بيهمني البولي. ففي عندي على البيم هاي الفورس وهاي الفورس والفورس اللي هي عند النقطه B فقط بياثروا عليه. واضح ان الفورس عند A ما لها مومنت، لان في هون مومنت اتجاهه مع اقارب الساعة، وفي هون مومنت اتجاهه عكس اقارب الساعة. اذا رح يكون عندي 6 كيلو نيوتن نيجاتيف في المسافة تاعتها اللي هي اكس، زائد عندي هون بي لأعلى ومسافتها هي كل هاي المسافة. لاحظوا المسافة رح تكون 0.9 اللي هي كاملة، كل هذا بيساوي صفر. بس البي انا وجدتها بتساوي 2، إذا هاي 2 ضرب 0.9. انقل السي اكس بصير بوزيتيف، إذا اكس بتساوي 2 ضرب 0.9 1.8 تقسيم 6 بيطلع الجواب 0.3. طبعا ايش المسافة بتكون بالمتر، إذا قيمة اكس هي 0.3 متر. تمام، هيك نكون أوجدنا قيمة اكس. نشوف السؤال اللي بعده. سؤال 19 بيحكي لنا determine the components of reaction at A and B. The component of reaction when at A and B. هاي هي A وهاي هي B هون. Components of reaction. طيب الآن بالنسبة لل A لما نعين الفورسز اللي عليها، رح يكون في عندي فورس على سبيل المثال باتجاه اليسار AX، وعندي فورس نحو الأعلى AY. عند بي طبعا عندي فورس نحو الاعلى اللي هي خلينا نسميها ان بي. في هون مشبك بيشبك الممبر سي دي مع الممبر اي بي سي. في اذا النورمال فورس هيك راح تكون هون، هي خلينا نسميها ان سي على سبيل المثال. طبعا الدي في عندي هاينج هون، اذا راح يكون في عندي مثلا دي اكس ودي واي. طبعا الدي هو ما طلب، هو في فورس بهذا الشكل. الدي ما طلب احسب لها شيء، هو طلب بس A وB، حتى السي ما طلبها. ولذلك انا اذا قدرت اتجنب حساب الاشياء المتعلقه بالدي بيكون افضل. ولهذا افضل بدايه اني اخذ معادله المومنت عند الدي حتى ينشطوا الدي اكس والدي واي. فبنبدا من هون وبنحكي التالي summation m عند الدي تساوي صفر. إذا ما في مومنت هون، في هاي الفورس مسافتها العمودية مباشرة مع الدي هي 1.5. إذا بتعمل روتيشن عكس أقارب الساعة. إذا 600 مسافتها 1.5. الآن في عندي الـ NC، أنا بحكي عن هذا المنبر CD، أنا بتكلم عن CD ناقص NC مع أقارب الساعة في المسافة تاعتها اللي هي 3 يساوي صفر. ما في عندي another forces بتعمل مومنت. 6 في 1.5 يعني 900 تقسيم 3 إذا 300، إذا NC تساوي 300 نيوتن. هيك عرفنا NC. تمام، الآن نيجي على ABC على هذا المنبر. خلص أنا ما بهمني الدي، هذا المنبر الآن ان سي هي صارت معروف قيمتها. فلو اخذت معادلة الاكس الآن بدي اشتغل على مين؟ على الـ A B C. معادلة اكس سيجما اف اكس تساوي زيرو. طب ايش انا عندي على الاكس؟ عندي A X نحو اليسار تساوي، اذا بحط تساوي على طول خلص بعتبرها بوزيتيف، يمين بيساوي يسار بدون اشارات، بيساوي ان سي مع كوساين الزاوية اللي هون.
واضح إنه الزاوية هي 45 درجة راح تكون. 45 درجة. إذا راح تكون بتساوي إن سي اللي هي 300 في كوساين 45. إذا أي إكس راح تساوي ميتين واتناش بوينت ثلاثاش. أوكي تمام. هاي بالنسبة لل A X انعرفت. الآن نيجي على ال A Y وال N B، ثنتين مجهولات. فشو بنقدر نعمل؟ بنقدر ناخذ معادلة المومنت عند ال A، فبنحكي summation M عند النقطة A راح يساوي صفر. هذول الثنتين ما لهم مومنت بيروحوا، فصفي عندي مومنت لل N B راح يكون عكس أقارب الساعة، ومومنت لل N C راح يكون كذلك عكس أقارب الساعة، اثنين راح يكونوا بوزيتيف، وفي عندي مومنت معطى في السؤال 800 راح يكون مع اقارب الساعة نيجاتيف. اذا عندي ناقص 800 زائد ان بي انا بعرفهاش كم مسافتها، هي 2 زائد ان سي اللي هي 300 في المسافة كاملة اللي هي 4، اخذت ار اف ساين ثيتا. هذا القانون، ار اللي هي المسافة، الفورس اللي هي الان، والزاوية بينهم هي اتجاه ار وهي اتجاه الان اللي هي 45 درجة في سان ال 45، كله بيساوي صفر. لازم ننتبه دائما للتفاصيل. الخطأ شباب انه لما احنا عيننا الفورسز على السي دي عيناها ان سي والدي واي والدي اكس والهاي الفورس بهذا الشكل، لما انتقل على المنبر الثاني بتكون الفورسز متعاكسة، لانه كم لو اخذت البن اللي هون المحصلة اللي عليه بتساوي صفر. ففي عندي ان سي على المنبر سي دي لفوق بيعمل على البن، ايضا الاي بي سي بيعمل معاكسة لهي الان سي، راح تكون بهذا الشكل. ان سي بالنسبة للمنبر اي بي سي بتكون بهذا الشكل، هيك راح يكون اتجاهها. اذا هاي تابع لهذا المنبر وهاي تابع لهذا المنبر اللي هون، ما بصير الفورس الام بي هاي تطلع نيجاتيف، ولهذا راح ينعكس فقط الاتجاه تاعها، راح يصير هون اشارتها سالبة. فراح يصير عندي ناقص 800 ناقص 1200 في ساين 45، بطلع الجواب سالب 1648. بدي أقسمه على معامل N اللي هي 2، فبطلع الجواب طبعا سالب، على الطرف الثاني راح يصير بوزيتيف 824.3 طبعا باوند او نيوتن. هيك اوجدنا ان بي كم بتساوي. اذا اوجدنا ان سي، اوجدنا اي اكس، اوجدنا ان بي، شو ضايل؟ ضايل اي واي. الان صارت مساله مباشره بتطبيق معادله الواي، سميشن اي واي بتساوي زيرو، راح يطلع معانا اي واي لاعلى، ان بي لاعلى. الآن في عندي كومبوننت للان سي نحو الأسفل، إذا ناقص الان سي اللي هي 300 في كوساين أو في ساين 45، مش راح تفرق. إذا 300 في ساين 45 بيساوي صفر نحو الأسفل ملاحظين. إذا اي واي راح تساوي هذا المقدار ناقص 300 في ساين 45، فالجواب يطلع 612.1612 نيوتن. هاي هي اي واي. تمام، نشوف الان المسألة اللي بعدها، مسألة 20. السؤال بيحكي لنا determine the reaction at D، بده reaction هون at D. الآن D طبعا في عندي، لأنه زي كأنه مثبت بالجدار، راح يكون في عندي مثلا DY، وراح يكون في عندنا DX، وراح يكون في عندنا مومنت نعتبره بهذا الشكل اللي هو MD. لو أجيت على البن C راح يكون في عندي مثلا CX، وراح يكون في عندي مثلا سي واي، فرضها عكس الدي واي.
نيجي هون، في عندي طبعا 15 و10، إذا في عندي فورس راح يكون اتجاهها على المنبر سي بي بهذا الشكل. يعني البن هون راح يعمل فورس مثلا باتجاه اليمين اللي هي بي اكس، وباتجاه الأعلى اللي هي البي واي. بالنسبة للمنبر اي بي راح تكون بالعكس، الفورسز يسار واسفل، هون راح تكون اعلى ويمين، وهكذا. لاحظوا انه الاي بي منبر از ا تو فورس منبر، يعني فيش عليه قوة خارجية، بعكس هذا، بعكس هذا. اذا بستنتج انه بي اكس وبي واي بتكون بهذا الشكل، وراح يعكسها هون اي اكس واي واي بحيث يطلع هذا الجسم في حالة اكوليبريوم. تمام. الآن نيجي على الضلع سي. لو بديت أنا بحساب المومنت عند النقطة سي، راح أعرف قيمة البي واي مباشرة، لأنه المومنت عند السي، سي اكس والسي واي ما إلهم مومنت، البي اكس بتمر في خط السي ما إلها مومنت، فراح يصفي عندي مين؟ بس البي واي لحالها. ولهذا لو بديت من عند مجموع ام عند السي بيساوي صفر، راح نحصل على عكس أقارب الساعة حول سي، عكس أقارب الساعة مع أقارب الساعة. إذا راح يكون عندي 15 مسافتها 3 زائد 10 مسافتها 3 مسافتها 6 ناقص بي واي اللي مسافتها راح تكون عبارة عن 9، كله بيساوي صفر. أنا بحكي عن المنبر سي أو بي سي. ولهذا البي واي راح تساوي، نقولها بتصير بوزيتيف، مجموعهم على 9. إذا 15 ضرب 3 زائد 60 تقسيم 9، فالجواب بيطلع 11.67. إذا 11.7 كيلو نيوتن. هي أوجدنا البي واي، البي واي انعرفت. الآن بعد ما أخذت المومنت عند السي، أوجدنا قيمة السي واي، بقدر بكل بساطة آخذ معادلة الواي نفسها. فمعادلة الواي مجموع اف واي راح تساوي اللي فوق اللي هي البي واي، بس اللي هي 11.7، هاي راح تعطي طبعا هي بتساوي صفر، ناقص 10 ناقص 15 ناقص سي واي بيساوي صفر. اذا السي واي انعرفت، سي واي راح تساوي 11.7 ناقص هذا المقدار ناقص 25، بيطلع الجواب سي واي بتساوي سالب 13.3. هيك اوجدنا السي واي، طبعا الاتجاه راح يكون فعليا لاعلى. فانا صار عندي البي واي والسي واي معروفين، شو ضل عندي؟ ضل عندي السي اكس كم بتساوي. الان يا شباب عشان نحسب البي اكس والسي اكس، لاحظوا انه انا عندي على المنبر بي سي عندي 4 مجاهيل، بي اكس بي واي سي اكس سي واي. اوجدنا 2 منهم، اوجدنا البي واي وأوجدنا السي واي، ظل عندي مجهولين. لو طبقنا معادلة الإكس راح يطلع عندي إيش؟ سي إكس تساوي بي إكس، هذا أمر واضح، سي إكس تساوي بي إكس، أمر مفروغ منه. وبالتالي قيمة كل واحدة فيهم ما انعرفت، ولهذا بدي أستفيد الآن من معلومة إنه أي بي إز أ تو فورس ممبر. إيش معنى هالحكي؟ إنه هذا هو الممبر أي بي على سبيل المثال، إذا هذا عبارة عن two force members، إذا member هيك حيكون. إذا هاي هي FAB، معناها إنه راح يكون ال resultant محصلة ال BX وال BY وين مكانها؟ مكانها في المنتصف، مش في المنتصف، على امتداد هذا الخط، على امتداده. ولهذا إيش بستفيد من هالكلام؟ راح تكون هاي هي ال B اللي أنا مسميها BX، وهي اللي أنا مسميها BY، هون راح يكون، والزاوية اللي راح تكون هون هي نفس الزاوية الموجودة هون. والزاوية هاي لو سميتها ثيتا، أنا بقدر أعرف كم مقدار تان ثيتا من خلال
معرفتي للمجاور اللي هي 3 والمقابل اللي هو 4. إذا تان ثيتا بيساوي 4/3. إذا ثيتا نفسها راح تساوي تان انفرس 4/3. الجواب 53.13. الآن ما دام الزاوية انعرفت وأنا عندي البي واي بقدر أعرف البي إكس مباشرة كم بتساوي. إذا البي إكس والبي واي فعليا هم عبارة عن كومبوننتس ل اف اي بي، اف اي بي اللي جاية من المنبر اي بي. طبعا مع التنبيه بأنه تأثير الفورس على المنبر اي بي مثلا لو كانت للداخل بتكون هون للخارج وهكذا. فأنا واضح معي أنه تأثير الاف اي بي على المنبر بي سي نحو اليمين والأعلى، إذا تأثيرها على المنبر اي بي راح يكون فعليا عكس اللي أنا عامله، يعني هيك راح تكون لتحت وهون لفوق. بس أنا هذا ما بيهمني المنبر اي بي، أنا بيهمني هون، ولهذا الفورس راح تكون بهذا الشكل وهي الريزلتنت تاعت البي اكس والبي واي، وهم عبارة عن كومبوننتس تاعونها. وبناء على ذلك ما دام أنا عندي بي واي وعندي ثيتا بقدر مباشرة أحسب البي اكس. إذا البي اكس هون شو راح تساوي؟ البي اكس يا شباب راح تكون عبارة عن لو كانت هاي ثيتا، تان ثيتا هو المقابل على المجاور، الواي على الاكس. إذا واي على اكس بعطيني تان ثيتا، إذا اكس راح تكون واي على اكس، بي واي بساوي تان ثيتا، فبي اكس بتساوي بي واي على تان ثيتا. بي واي أوجدناها اللي هي 13.3 للأسفل، راح تكون فعليا إنها نيجاتيف بس أنا بيهمنيش. 13.3 تقسيم تان ثيتا اللي على الآلة الحاسب مكتوب، بيطلع الجواب 9.975. 9.97 هي إذا البي، قيمة البي إكس تقريبا بتساوي هيك. طبعا البي واي مش السي واي، البي واي 11.7. إذا رح نعيدها بس نكتب هون 11.7 تقسيم التان، رح يطلع الجواب البي واي اتجاهها صحيح لأعلى 66.5. طبعا غيرنا الأنسر، إذا 11.7 تقسيم تان 53.1 تقريبا، فبيطلع الجواب 8.78. تمام. إذا هاي هي البي إكس. الآن لما نطبق معادلة الإكس يمين بيساوي يسار راح نحصل على سي إكس بتساوي نفس قيمة البي إكس اللي هي 8.78 كيلو نيوتن. إذا كنت بحتاج لمعادلة رابعة جبناها من ربط الـ BX بالـ BY، واللي استفدتها فقط لأنه الـ AB is a two force member، معناها إنه هاي الفورس هي الـ components، هي الـ resultant لهدول الـ two components، نقطة في غاية الأهمية. تمام. طبعا المطلوب الأساسي لسه ما بلشناش فيه، والله إيش طالب مني بالسؤال؟ طالب احسب الدي اكس والدي واي والام دي كم بتساوي. وهيك الامور اتوقع صارت واضحه، لان هذا المنبر بشتغل عليه. عندي الدي اكس باتجاه اليمين، السي اكس باتجاه اليسار، فواضح انه دي اكس نفسها راح تساوي نفس قيمه السي اكس 8.78. طبعا نعرف انه في تقريبات بسبب استخدام الاله، تقريبات بسيطه جدا، ممكن يطلع 75 بدل 78 مثلا وهكذا. لان بالنسبه للواي، الدي واي بدها تكون بتساوي السي واي، لان السي واي لاسفل طلعت معي سالب، اذا هي فعليا لاعلى، وبالتالي راح تكون الدي واي فعليا لاسفل، لانه الدي واي حتطلع معنا سالب. الان دي واي فوق ناقص السي واي بيساوي صفر، اذا الدي واي راح يساوي السي واي اللي هي سالب 13.3، اذا اتجاهها لانها سالبه عكس اللي انا فرضته، انا فرضها لاعلى هي فعليا لاسفل، دي واي راح تكون لأسفل 13.3. الآن بصفي عنا مين؟ بصفي عنا الام، فبنحكي summation m عند النقطة دي بيساوي صفر. الآن عند الدي المومنت جاي من الام نفسها عكس أقارب الساعة positive، الدي اكس والدي واي المومنت لهم صفر، الآن السي واي المومنت لها صفر أكيد، فصفى عندي بس السي اكس بيعمل مومنت، ولاحظوا إنه عكس أقارب الساعة، إذا راح يكون زائد CX قيمتها بتساوي 8.78
واللاين اوف اكشن بيبعد عن الدي مسافة مقدارها 4، المسافة اللي هون بيساوي 0. تلقائيا هيك ام دي انعرفت راح تساوي 4 ضرب هذا المقدار، والنيجاتيف معناها عكس اللي انا فرضته، انا فرضه عكس عقارب الساعة، هي فعليا راح تكون مع عقارب الساعة. اذا 8.78 ضرب 4، الجواب 35.12 تقريبا، 0.1. تمام، هذا يا شباب بالنسبة لمسألة رقم 20.